رجعنا وياكم مشاهدين الكرام ولازلنا مستمرين وياكم بمزيد من الفقرات. طبعا مساء الخير والعافية عليكم، أكيد إحنا نصبح ونمسي عليكم من خلال برنامج نسمات زاكروس. طبعا المحور الثاني من فقرة يا للضيف مشاهدين الكرام هو لابد ما يكون مفيد لنا ولكم بنفس الوقت، وهو أيضا خلينا نقول موضوع تحفيزي للشباب خصوصا لمن يمتلك الموهبة. يعني عندنا مجموعة من الشباب اليوم العراقيين المبدعين عندهم موهبة، بس بصراحة يتحفظون بهذه الموهبة لنفسهم ويخافون يقولون إنه إحنا ما عندنا جرأة وباقي التفاصيل. بس راسم كريم اليوم هو ممثل ورسام ومعلق صوتي، يعني ما شاء الله عليك. مساء الخير عليك راسم. مساء النور. يعني أنت راسم ورسام حبيبي، شنو الأخبار؟ الحمد لله. حياك الله. يسعد مساءك. راسم يا ريت لو تحكي لنا فد نبذة مختصرة تعريفية عليك حتى المشاهد يتعرف عنك. فنان شامل. يعني من هو راسم كريم؟ معلوماتك، اسمك، عمرك، تفاصيلك، صار لك كم سنة وانت دخلت لمجال الرسم والتعليق الصوتي وباقي التفاصيل. راسم كريم، فنان شامل، أمارس مهنة التمثيل صار تقريبا 7 سنوات أو أكثر. طيب احنا عرفنا انه انت رسام وممثل وشاعر. اوكي، حدثنا اكثر يعني عن موهبتك اكثر، خلي العالم تعرف اكثر. اولا انا عضو فرقة المستحيل. فرقة استاذ انس. نشتغل بون تومايم. الاعمال التلفزيونية اشتغلت ويا قاسم الملاك، استاذ قاسم تحياتنا له. اشتغلت ويا اياد راضي، اشتغلت ويا حسن حسني. كومبارس يعني؟ كومبارس وادوار ثانويه، اشتغلت ويا مهند ابو خمره تحياتنا. فاعمال كومبارس يعني ومرات ادوار ثانويه. جيد جدا. زين، بما انه انت متعدد المواهب، يعني يا ريت لو تحكي لنا على كل موهبه، كم موهبه تمتلك، موهبه فعليه وتشتغل بها؟ يعني بدايه نبدا من الرسم. دخلت دوره بسيطه انه بعدين على اليوتيوب تمرنت، فتعلمت التخطيط والاساسيات مال الرسم، بديت اشتغل بالرسم وكذا. تركتها تحولت الى تمثيل. هم دخلنا دورات للصوت، دخلنا دورات للحركة، دخلنا دورات، فدخلنا بهذا المجال. تعرف هذا يتطلب أدوات للممثل حتى يكون قادر على تأدية مثلا على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا على التلفزيون. طيب شلون اختارت هذا المجال وشلون يعني شجعت أنه أنت تخوضه؟ تدري هذا المجال مو سهل، بذات أنه الوقوف على المسرح أو أمام الكاميرات. هو مو سهل بس احنا حبيناه فدخلنا به. ف أكو أحد شجعك؟ والله هواي شجعوني، بالأخص الأهل. يعني هو أصلاً أنا من عائلة فنية. ما شاء الله. زين، المضايقات والعراقيل اللي واجهتك وأنت بطريقك للتمثيل شنو هي؟ أنه نعاني أنه دعم ماكو. بس من أي ناحية؟ أما بقية الأشياء يعني مثل ما ماخذين فرصتنا الأكبر، ما مشتغلين أعمال مثل كبطولة أو مثل أعمال مطيتنا مجال أكثر بالساحة. تعرف اليوم المتسيدين على الساحة منه؟ يعني صار مع الأسف الأعمال العراقية صار عبارة عن عوائل. المخرج، الممثل هو أولاده، ما يصير هذا. طيب حضرتك كمدرب صوت وفن إلقاء. فن الإلقاء صوت. فن الإلقاء نعم. شلون تواجه هذا الفن؟ يعني شلون نفتح؟ يعني أبرز المهام اللي تقوم بها بهذا المجال. أولاً يعني. نبدأ مثل بالممثل، وكل الممثل والإعلامي والخطيب والمدرس والقارئ القرآن كله يحتاج إلمن للصوت. فتعرف الحنجرة هي عضلة كسائر العضلات، طبعاً إحنا تحدثنا بهذا الموضوع سابقاً. فنعطيها تمارين. التمرين الأول أنها مخارج الأحرف تامة. يجب على الممثل أو قارئ القرآن أو الإعلامي أنه الأحرف مالته كاملة، مخارجها تامة، يعرف الاستعلاء، يعرف الاستفال، يعرف المدود، يعرف كذا. بعدين المرونة الصوتية، اللياقة الصوتية، لأن تعرف بعض الممثلين تحسه لا عنده لياقة صوتية. احنا لو افترضنا مثل افتراض بسيط حتى نطلع من الموضوع، مثل لو شخصية عربية فصيحة اريد نمثلها مثل شخصية المتنبي. طبعا انا تحدثت بهذا سابقا فما اريد اعيد. منو يقدر يمثلها؟ اعطينا هسه الاسماء اللي عندنا. فما عندنا ممثلين يقودون هاي الشخصية مثل عبد الله غيث او هاي الاسماء النجوم الكبار اللي اشتغلوا. انت تشوف نفسك متمكن من اداء التعليق الصوتي بصوره صحيحه؟ بصوره صحيحه، بس هو تعرف لازم مثلا اذا تريد تأدي ما اقدر أدي هسه مباشره. لازم اولا احرك الكلام.
تعرف هاي اللغة العربية نحو هذا مرفوع هذا مضموم هذا كذا، إضافة إلى أن أخذ عليه بروف نتمرن عليه مرتين أو ثلاثة وبعدين ندخل بالجو ونأدي. طيب فن الإلقاء خدمك في يعني مجالاتك أو الشعرية؟ في كل المجالات. هو ممثل تحتاج أدواتك الصوت، إعلامي أدواتك الصوت، شاعر شلون توصل كلامك، إلا أنت تنشر بس دواوين وكتابة هذا ما يخدمك الصوت. طيب نقدر نسمع شعر من عندك؟ والله حاليا يعني ما متحضر بس شقرا لك يعني. يعني علي اختار ببالك يعني راح اقرا دار بسيط لان ما حافظ. قربت خدع لي اكلاتني الضروس منها وعرفت الناس ما تعرف تبوس. حلو هذا. حلو حبيبي. زين اكو اساسيات الكل فنان او الكل شخص موهوب، شنو هي الاساسيات اللي انت مشيت عليها؟ احنا نقول ادوات يعني. ادوات مثل الممثل لو ناخذ، لا مو الادوات، شوف اكو فشي اساسي عند الموهوب يقول انه اليوم انا اساسي كذا وكذا وكذا، مو احنا ابني الاساس صحيح راح اقدر ابني العماره صحيح. بالنسبه لي انا ما يعني اؤمن بالادوات اكثر من الاساسيات، لان الاساسيات يعتقدون انه الانسان جاء موهوبا. فهذا انا يعني ما اؤمن به، انه الممثل عنده قدره مثل يدخل في هذا المجال مثل التمثيل. شنو أدوات الممثل لازم يقرأها يتمرن عليها؟ مثلا أنا عندي فد مثلا ضعف بالوجه، ما عندي إيماءات بالوجه، أتمرن عليها فد فترة من الزمن راح أتقن هاي. يبقى عندي ضعف مثلا بالصوت، يقولون أنت ممثل جيد لكن صوتك ضعيف كممثل، ما تصلح ممثل مسرحي. هسه أنت مرات تشوف ممثلين تقول إيه هذا خوش ممثل بس ما يقدر يصعد على المسرح، فلان من الأسماء ما نريد نذكر، تقول ممثل جيد لكن ما السينما لأنك ما كاد تعرف هاي الصوت. فهذا المفروض يتمرن على الصوت حتى يكون صوت قوي. جيد جدا راسم كريم، اكيد يعني حدثني كان ممتع وياك وبصراحه يعني حبيبي نشجعك ونمك يا رب المزيد من الموفقين والنجاح. شكرا لك راسم حبيبي. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم مع سمان زاجروز، انتظرونا لكن بعد هذا الفاصل.